يحتضن على مدار 3 أيام مسرح محي الدين بشترزي بالعاصمة عرض مسرحية بوستيشة للمخرج أحمد رزاق. وإلى جانب انفراده بعدد مشاركيه والذي يفوق 200، فهو التفاتة إنسانية من العائلة المسرحية لفائدة أطفال مرضى السرطان. طلبت من الفنانين المشاركة في هذا العمل، يكون عمل كبير، لكن لم يعني اكون اتصور انه راح يكون بهذا الكبر، انه الناس اللي لباوا الدعوه كثير، جمع بين فنانين كبار، جمع بين كثير من المبتدئين، كثير من نجوم الدراما. فكره الفنانين انه مداخيل 3 عروض تكون للاطفال المرضى بالسرطان. اليوم هو ذكرى تأسيس المسرح الوطني الجزائري الذي يكون من كل عام في 8 جانفي. اليوم حضرنا العرض الأول للعمل المسرحي الثقافي الكبير بوستيشة، وسنحاول أن يكون هذا العمل المسرحي يكون يجوب كل ربوع الوطن، وهذا تحقيقا أولا للعدالة الثقافية في أن كل ولايات الوطن تستفيد، وأن الثقافة ليست في الجزائر العاصمة فقط. بوستيشة هو عمود إنارة يتعطل. تنجر عنه خلافات لا نهاية لها بين سكان الحي الواحد، حيث تتوالى 10 مشاهد في قالب الكوميديا السوداء. عن ظروف التحضير يحدثنا الممثلون الهواة. كان تحضير لإقامة هذا العرض المسرحي بوستيشة حوالي 12 يوم بالضبط. التحقنا بقرية الفنانين يوم 26 ديسمبر الماضي 2021. Ça nous fait plaisir de participer avec Slimane Habes, avec Ahmed Rezaq. C'est un honneur à nous. Car il y a échoué, mais ça nous fait un grand plaisir. Genre le fait qu'il coule avec le mouvement, car le travail déjà, le travail collectif, c'est déjà beaucoup. Genre. وزارة الثقافة بدورها لم تتأخر في دعم هذا العمل الفني الكبير بتوفيرها 15 مسرحا جهويا، وفي انتظار عرض المسرحية عبر الوطن يبقى هذا العمل فرصة لإعادة بعث الحركة المسرحية بعد 2 سنين من الجائحة.